قال وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة إن من شروط إقامة صلاة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل، وفي مقدمته الأمن على حياة الناس. وبما أن الأمن الصحي لإقامة صلاة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم، فإن الجمعة تصلى ظهرا في البيوت أو رحال حيث يكون الإنسان. وأكد وزير الأوقاف عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس. كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفزيون أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك. وأشار إلى أنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات، مما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الإسمي، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع. وجدد وزير الأوقاف تحذيره إلى جميع العاملين بالأوقاف من مخالفة التعليمات الصادرة عن الوزارة بشأن غلق المساجد، مناشدا جميع المصريين للالتزام بالتعليمات حفاظا على حياتهم.